شاهد الدليفري قرب يوصل، قومي اغسلي صحنان. انا غسلت صحون اخر مره، دورك. شاهد شايفاني مشغول. يوسف انا غسلت امبارح، الله يخليك، انت قوم اغسل الصحون. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. يس. تعرف انه في دراسه امريكيه بتقول لك غسيل الصحون بيطول بالعمر؟ اوكي. طب احكي لك شغله ثانيه. اتحفني. بقلل من التوتر والعصبيه. ما شايف؟ سوبر ريلاكس انا. مش انا اللي طلبت اصلا الاكل. حقيقة نسى انه في فايدة اضافية لغسيل الصحون يلي هي انها تعلمك انك تكوني شوي صبورة. بتعرفي يا شهد انه في 3 من كل 10 اشخاص ما عندهم مصادر مي امنة؟ وكمان ندرة المياه عم بتأثر على 40% من سكان العالم، وواحد من كل 4 مراكز صحية ما فيها خدمات المياه الأساسية. شهد! أنا بقول ما تخلي حنفية المي أبداً مفتوحة لما تكون عم تغسلي الصحون. هلا اذا حابه تعملي شيء افضل فيك تركبي اداه ترشيد للحنفيه. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. يس كالعاده. يلا انه غسيل الصحون بيطول بالعمر كثير للصحن. وصل الاكل واخيرا البيتزا. بس سوري ما عندي فرقه. شاهد عندك فكه؟ ايه تركت حنفية المي مفتوحة ومن اليوم ما لازم نهدر مي. كل عادة بيحتاج تغييرها 21 مرة، ولأنه أنت الأساس والتغيير بيبدأ من عندك، ما عليك إلا أنه تلتزم معنا بعدم هدر المياه 21 مرة، وأنه تنشر صور وفيديوهات التزامك على الهاشتاغ We are committed ونحن ملتزمون.